بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وذكرنا ما نسينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الإمام إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع. يقول المصنف والشارح والمحشي رحمهم الله تعالى: وقفنا على قوله التطهير. كان يقول: المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها سبع مياه. وتكلمنا على معنى قوله يجوز، ولما قال أن يصح، لما فسر الجواز بالصحة، ثم بعد ذلك قال يصح التطهير بها. قوله التطهير المراد به التطهر الذي هو أثر التطهير، فأطلق المصدر اللي هو التطهير تطهر تطهيرا، مش كده؟ ده المصدر، هي أصلا تطهر مصدرها تطهير، أطلق المصدر وأراد به أثره اللي هي الطهارة اللي هو التطهر. يعني التطهير يؤدي إلى إيه؟ إلى التطهر، مش كده برضو؟ هو أطلق كلمة التطهير ويقصد أثرها اللي هو التطهر، ما يقصدش التطهير. خدت بال حضرتك؟ ها؟ التطهر، التطهير المراد به التطهر، التطهير والعملية نفسها وأثرها إيه؟ إنك تصير متطهر. كيف تصير متطهرا؟ بالتطهير. يعني التطهير وسيلة للتطهر، مش كده برضو؟ ها؟ الطهر، الطهر اللي هو جاية من الطهارة، لكن اللي هو يعني ايه، اللي هو الفعل ذاته، الطهر اللي هو الفعل ذاته. وهنا التطهير هي العملية المؤدية، هي العملية نفسها المؤدية لأثرها وهو التطهر. فبيقول التطهير أطلق المصدر اللي هو التطهير، وما أرادش به المصدر اللي هو التطهير نفسه، ده أراد به أثره اللي هو التطهر. لأنه، أي التطهر، الهاء هنا تعود على التطهر، لأنه لا يشترط فعل الفاعل، لأن التطهر ما يشترطش فيه فعل فاعل، إنما التطهير لازم فيه فعل فاعل. فهمت المسألة بقى؟ التطهر ما يشترطش فيه فعل فاعل، يعني الثوب إذا تطهر، لو نزل الماء من السماء كده مطر منهمر على ثوب متنجس بدون فعل فاعل، تطهر، صح ولا لأ؟ لكن التطهير نفسه عايز فعل فاعل. فهو قال ايه؟ قال ان التطهير ده حينبني عليه فهم ان الطهارة محتاجة فعل فاعل، لكن احنا عارفين ان مش كل الطهارة محتاجة فعل فاعل. يعني انت لو عرضت اجزاء الوضوء الى ماء السماء وهو نازل دون دلك مع النية، وعملت ايديك كده وبصيت للسماء كده وايديك ورجليك حافيه ونويت الوضوء، توضأت بدون ما حد يكب عليك وبدون انت ما تدلك، فهمت ازاي؟ يعني مش محتاجه فعل فاعل، واضح؟ لكن التطهر، تملي التطهير، التطهير نفسه دليل على ان في فعل فاعل. فهو عبر بالتطهير واراد التطهر. ليه أراد التطهر؟ لأن ليست كل أنواع الطهارة محتاجة فعل فاعل، فكان أولى أن يقول التطهر ما يقولش التطهير. فهمت كلام الشيخ بقى؟
فبيقول هنا المراد به اللي هو التطهير، مراد به التطهر الذي هو اثر التطهير الناتج عن التطهير، التطهر. انت عمليه غسل ايديك ووجهك وذراعيك والمسح على الراس، هذه العمليه اثرها الوضوء، مش كده برضو؟ يعني مجموع هذه الافعال يؤدي الى الوضوء. فالافعال اللي انت بتعملها دي اسمها ايه؟ تطهير، واثرها التطهر اللي هو الوضوء. فهمت الفكره؟ فهمت المقصد؟ الصلاه، الصلاه عباره عن ايه؟ عن اعمال مركبه، تكبيره احرام مصحوبه بنيه مع قراءه ما تيسر من القران، مع ركوع ورفع وسجود بكيفيه معينه، ثم التسليم في الاخر بعدد ركعات معين على حسب كل فرد او سنه. العملية المختلفة دي، العمليات المختلفة من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة، دي عملية مجموعها هو الصلاة، لكن كل واحدة لوحدها مش هي الصلاة، ده بمجموعها. التطهير كذلك، التطهير هي الخطوات المؤدية للتطهر. فهمت ازاي؟ أراد به أثره اللي هو التطهر، لأنه أي التطهر لا يشترط فعل الفاعل، ولأن المعنى الحاصل خلافا لإيه؟ للأحناف. الأحناف عندهم يشترطوا فعل الفاعل، يشترطوا فعل الفاعل، لكن عندنا احنا لا يشترط فعل الفاعل. يعني لو زي ما قلت لك، لو عرضت نفسك كده للماء السماء وهو نازل واستوعب أعضاء الوضوء توضأ، استوعب أعضاء الغسل تغتسل مع النية، مش محتاج فعل فاعل ولا محتاج دلك، خلافا للملكية. أيضا الملكية عندهم لازم فيه فعل فاعل وهو الدلك، لازم يحصل دلك مع المسألة. احنا عندنا الدلك سنة، الدلك سنة، ولكنه ليس واجبا أو ليس ركنا من أركان الغسل ولا ركنا من أركان الوضوء، لأنه لا يشترط فعل الفاعل، ولأن المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو التطهر هو المراد بالتكليف مش الافعال ذاتها. ده مجموع الافعال دي هي دي المرادة، مش كل فعل على حده، خدت بالك؟ ولان المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو المعنى الحاصل بالتطهير اللي هو التطهر هو ده المقصود. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا قال يحب التطهير؟ يبقى المتطهرين دول فعلوا التطهير فصاروا متطهرين، يبقى المعنى المكلف هو التطهير، التطهر مش التطهير، خدت بالك؟ ولأن المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو التطهير اللي هو التطهر، المعنى الحاصل بالمصدر، المصدر اللي هو التطهير والمعنى الحاصل من التطهير التطهر، هو المكلف به قصدا. قصدا ليه؟ خلافا للأحناف، لأنهم لا يشترطون النية إلا في التيمم، ونحن نشترط النية في كل أعمال الطهارة إلا إزالة النجاسة وإلا استحالة الخمر، خدت بالك؟ يعني في أثناء غسل الثوب ما يشترطش تقول نويت تطهير الثوب، ولا تستحضر في قلبك، ما يشترطش، ولا على أي مذهب. لكن الوضوء لازم تنوي عندنا، عندنا يعني الشفعي، والغسل لازم تنوي، التيمم لازم تنوي، لكن لو ما نويتش ما ينفعش، لكن ينفع عند الأحناف إلا التيمم، عندهم لازم النية في التيمم وسنة في الوضوء وفي الغسل. عشان كده قال لك قصدا، كلمة قصدا دي عشان يخرج ويميز مذهب الشافعية عن مذهب الأحناف، ولا يشترط فعل فاعل عشان يميز مذهب الشافعية عن مذهب المالكية اللي اشترطوا الدلك. يبقى طول ما هو ماشي كده ماشي بيميز لك عشان يطلع لك اجتهاد الامام الشافعي له شخصيته المستقله. لا هو متاثر بالاحناف فقال ان الدلك ركنا، ولا هو متاثر ليس متاثرا بالمالكيه حيث انه لم يقل ان الدلك ركنا في من الاركان، ولم يتاثر بالاحناف حيث ان اجتهاده اوصله انه لابد من القصد مطلقا في كل اعمال الطهاره من غسل ووضوء وتيمم، اما ازاله النجاسه فلا، وكذلك استحاله الخمر الى الخل فلا، وكذلك دباغ جلود الميته فلا،
لكن احنا بنقول الاعمال اللي هي عبادة في ذاتها. وعلى هذا يبقى المذهب الاحناف، لو واحد ماشي في الشارع وجنب بحر ولا ترعة، وجا واحد وكان جنب، واحد راح زقه فراح وقع فلق غطس وراح طلع يجري وراه يتخانق معاه، يبقى تطهر، مع ان هو وهو نازل بيدعي عليه وهو طالع بيتخانق معاه، لكن زالت نجاسته. لا يشترط النية طالما استوعب، لكن عندنا لا، لازم وهو غاطس ينوي في لحظة كده وبعدين يطلع يتخانق معاه ما يدوس، بس ينوي في لحظة، واخد بالك؟ لكن عند الأحناف لا، لازم، عند الأحناف مش مهم، لكن مهم في التيمم. الأحناف زينا بقى في التيمم، النية عندهم لازمة في التيمم. طب ليه يقولوا التيمم اختاروا في النية كواجب أو ركن فيها ولم يختاروها في الوضوء والغسل الأحناف؟ إيه وجهة نظر الإمام أبي حنيفة؟ قال لأن التيمم بدل، والبدل ضعيف فيفتقر للنية لضعفه، أما الوضوء فهو أصل، والأصل قوي فلا يفتقر للنية. شفت كلام الأحناف؟ حلو برضه، الإمام أبي حنيفة علامة، علامة كبير، رفعنا الله به وحرر الله العراق، مدفون هو في بغداد، في قلب بغداد الإمام أبي حنيفة. ها؟ الأحناف قالوا أن التيمم بدل، والوضوء والغسل أصل، والبدل أضعف من الأصل، فنجبر ضعفه بالنية. خدت بالك ازاي؟ يفتقر للنية. لكن احنا عندنا ان الوضوء ايضا لشبهه هو والغسل بالعادة، يبقى يجب فيه النية لنميز به بين العادة والعبادة. لان ما هو ممكن واحد راجع من شغله حران يقوم يقف يتشطر، والتاني جنبه بيتوضى، ايه الفرق بينهم؟ الاتنين فاتحين الحنفية وشغالين. النية، يبقى النية بتميز بين العادة والعبادة، خدت بالك؟ فاحنا عند الشافعية عشان كده قال لك ايه، من اسباب مقاصد النية ان تكون تمييزا بين العادة والعبادة، وبين العادة العبادة والعبادة، لان ممكن ده بيتوضى وده بيتوضى والاثنين ناويين، بس ده وضوء فرض لانه كان محدثا، والتاني وضوء تجديد، تجديد وضوء، الاثنين بيتوضوا والاثنين عبادة، فجاءت النية تميز بين العبادة والعبادة، خدت بالك؟ يبقى النية جاءت للتمييز بين العادة والعبادة، وبين العبادة والعبادة، إذا اشتبه في الصورة واختلف في الحقيقة، خدت بالك؟ لا، ده لو أراد تجديد الوضوء، بينوي تجديد الوضوء. آه بغض النظر. لو نوى الوضوء، هنيجي في الحته دي في الوضوء، نوايا الوضوء كتيره، افرض واحد نوى الوضوء مثلا بنيه قراءة القرآن. نويت الوضوء لقراءة القرآن. لا يجوز أن يصلي بهذا الوضوء، لأن هذا الوضوء نيته ضعيفة لا ترفع الحدث. لأن يمكن أن يقرأ القرآن بغير رفع حدث. ده عند الشافعية. عند الشافعية. لكن لو نوى الوضوء لمس المصحف، دي نية قوية ينفع يصلي بيها، لأن لا يمس المصحف محدث، فتروح رافعة الحدث، خدت بالك ازاي؟ لو نوى الوضوء لحضور درس علم لا يجوز أن يصلي بهذا الوضوء، لأنه لا يرفع حدث، لأنه له أن يحضر درس العلم وهو غير متوضئ، فهمت ازاي؟ لكن لو نوى الوضوء لصلاة نافلة له أن يصلي به فريضة، له أن يصلي به فريضة، لأن لا تصح النافلة إلا بوضوء صحيح كالفريضة. لو نوى الوضوء للطواف له أن يصلي به، لأنه الطواف زي الصلاة، وهكذا، دي كلها نوايا. لكن الأحسن إنك أنت تنوي رفع الحدث وريح نفسك، علشان إيه؟ تعمل بيه كل حاجة، تعمل بيه كل حاجة بقى وخلاص، يبقى كده واسع المجال، زي يقول لك مضاد حيوي واسع المجال، يقتل ميكروبات كتير، فده برضو ايه، يدي لك مجال واسع من العبادات تقدر تعمل. ولان المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو التطهر هو المكلف به قصدا، وان كان المعنى المصدري اللي هو التطهير، المعنى المصدري اللي هو التطهير، اكتب فوق كل واحدة حاجة عشان تفهم. اما اقول لك لانه
الضمير هنا يعود على التطهر، ولأن المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو التطهر هو المكلف به قصدا، قصدا لإخراج مذهب الأحناف لاشتراط النية عند الشافعي القصد. وإن كان المعنى المصدري، وإن كان يعني بالرغم من أن المعنى المصدري وهو التطهير نفسه مكلفا به أيضا، لكن على سبيل الوسيلة، على سبيل وسيلة التطهر التطهير. فهمت إزاي؟ يبقى ده من وسائل التطهر التطهير، زي ما قلت لك ان المقاصد تأخذ حكم ايه؟ الوسائل تأخذ حكم المقاصد، مش كده بس؟ اذا كان المقصد التطهر يبقى وسيلة التطهر التطهير، فيبقى هي مكلفة بها ايضا، لان الوسائل تأخذ حكم المقاصد. واخد بالك ازاي؟ زي ما اديتك انا مثال، اقول لك هات لي الحاجة اللي فوق السطوح، يبقى طلوع السلم واجب مأمور بيه، لان انت مش هتعرف تطلع السطوح الا بالسلم، مع ان انا ما قلتلكش اطلع السلم، ده انا بقولك هات لي الحاجه اللي فوق السطوح، فاصبح السلم وسيله الوصول الى السطوح. خدت بالك ازاي؟ فصار مامورا بالصعود على السلم بالرغم ان انا ما امرتكش، لانه هو الايه؟ الوسيله الموصله للمقصد. وعشان كده العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان الوسائل تاخذ حكم المقاصد، الوسائل ادي سبب القاعده دي. وما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب، كل ده كلام حلو يقولوا الفقهاء، لكن على سبيل الوسيلة. يبقى المعنى المصدري اللي هو التطهير مكلفا به أيضا، لكن على سبيل الوسيلة وليس على سبيل المقصد. واخد؟ فهمت الحتة دي؟ طيب الحمد لله. لتوقف المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو التطهر عليه اللي هو التطهير. فهمت؟ سهلا. وبهذا يجمع بين القولين، فمن قال المكلف به هو المعنى الحاصل بالمصدر أراد المكلف به قصدا وهو التطهر، ومن قال المكلف به هو المعنى المصدري اللي هو التطهير أراد المكلف به وسيلة. مش فوازير هي؟ سهلة هي، تيجي تقراها تفتكرها فوازير، مع انك انت تقعد بس تشغل مؤمن، انت راجل بتفهم، مش انت دهنت الهوا دوكو؟ مش يقول لك المصريين دول بيفهموا كل حاجه، دهنوا الهوا دوكو لو انت شغلت مخك شويه هتلاقيها سهله، لكن انت المشكله انك انت بتيجي تقرا في الكتب دي وانت بالك مش رايق، مشغول ب 100 حاجه، تقول يا ايه ده صعب قوي يا عم، ايه ده؟ ده الانجليزي اسهل، ليه اقفل ويروح قافل الكتاب ما يرجعلوش ابدا ليوم الايام، مع انه هو قراه بنص فهم بنص عين، لانه ما ادالوش بس ايه جهد، عارف لو اديته جهد، عارف لو اديته نفس اللي بتديه وانت قاعد مع صاحبك بيلعبوا طاوله، نفس الانتباه، هتلاقي تمام التمام، وانت مدي الانتباه كده وانت بتتفرج على المسلسل، مش انت يعني، انت يعني ايها المتفرج اللي قد يكون غائب، واخد بالك ازاي؟ لكن احنا بنتكلم زي ما بتدي الدنيا اهتمام كده وتهتم بيها وكامل تركيزك، اقعد كده ركز كده هتلاقي كلام حلو، كلام جميل، وبعدين يورثك ايه الفهم، ويبني جواك الملكة الفقهية اللي بيها تعرف تميز بين المتشابهات، اللي بيها بقى في حوار الأديان تعرف تاكلهم. ما هم عايزين ياكلونا ليه؟ لأن اتعلمنا علم ما يعرفش نميز بين المتشابهات، علم كده أي كلام كده وخلاص، وخدنا الشهادات، لكن الفقهاء لا، الفقهاء كانوا بيتعلموا علم يعرفوا يميزوا بين المتشابهات الدقيقة. ايه الفرق بين التطهير والتطهر؟ وهل انت مكلف بالتطهير ولا مكلف بالتطهر؟ الله، ايه ده يا عم، ده احنا دخلنا في شغلانه عميقه قوي، تلاقي نفسك ايه مش عارف تتلجلج. شفت لما تيجي تسمع كلامه؟ هو بقى يجي التانيين العالم الثانيه في حوار الاديان في نقط فلسفيه، هل العلاقه بين الكون والمكون علاقه عله ومعلول ولا علاقه اختيار؟ تقعد انت تفكر يعني ايه عله ومعلول، يعني اختيار؟ هو جاي بقى راجل قاعد في الفلسفه بقاله مئات السنين في الفاتيكان، ولابس لك بقى اللبس الاسود بتاعهم وعامل شغل، وقاعد بقى جاي يحاور الشيخ ابو عمه، الشيخ ابو عمه لو ما كانش قاري العله والمعلول في المنطق مش هيعرف يجاوب، لازم يعرف ايه الفرق بين العله والمعلول عند المناطق، لانه بيكلمه بالمنطق. لو قال له العلاقه بين الله
وبين الأكوان يعني بين الكون والمكون علاقة علة ومعلول، وقال له أيوه كفر. خدت بالك إزاي؟ ولو قال له لأ يجي يحرجه، يقول له إزاي بقى مش علاقة علة ومعلول لما يقول له لأ وهي لأ؟ طب يقول له إزاي لأ بقى مش هو رازق؟ يقول له آه رازق. يقول له هل يكون رازقا بغير مرزوق؟ مش لابد يبقى في مرزوق؟ هل يكون خالقا بغير مخلوق؟ مش لازم يبقى فيه مخلوق علشان يبقى نقول عليه خالق؟ يقول له اه لازم. يقول له اذا الله قديم يبقى المخلوق قديم، يبقى قلب قدم الاكوان كافر تاني. شفت بقى؟ لان احنا لما تعلمنا ما تعلمناش العلم الدقيق اللي يميز بين المتشابهات. لكن لو احنا نعرف نرد عليه نرد عليه بقى، لان انت راجل قعدت اعداد زيري وقعدت انتبهت للعلماء بيقولوا ايه فبقيت علام، يجي يكلمك تقول له تعالى هنا تجيبه من قفاه، واخد بالك ازاي؟ تيجي تكلمه بقى بالراحه كده. ومن قال بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، قالها كده سيد احمد درديس. سيد احمد درديس في الخليده البهيه في علم التوحيد كانوا بيعلموها الاطفال الازهر زمان من 200 سنه، يحفظوها كده زي ما بيحفظوا العيال دلوقتي اغاني الجماعه اللي طالعين جديد دول اسمهم ايه؟ مش حافظ اسمائهم، انا دوب وقفت معلوماتي على عبد الحليم حافظ. انما في اسماء كثيره طلعت. العيال قاعده تحفظ طول النهار في الاسماء في الاغاني، كانوا زمان الاطفال يحفظوا بقى الحاجات الحلوه دي. ومن قال بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله. يعني اللي يقول أن العلاقة بالله والأكوان علاقة علة ومعلول أو أن الطبيعة فاعلة فالاثنين دول كافرين. أمال إيه علاقة الله بالأكوان؟ العلاقة بين الله والأكوان علاقة اختيار، يخلق ما يشاء ويختار. أهي الآية ردت، الآية ردت على اللي قالوا بالعلة. الآية اللي جاية في سورة القصص دي مش جاية اعتباطا، دي بترد على فكر كان بقاله 300 سنة قبل ما يبعث النبي، واستقر عند في اذهان المتدينين ان العلاقه بين الله والاكوان علاقه عله ومعلول، وان علاقه العله والمعلول علاقه جبريه لا بانفكان، فلا بد ان يكون هناك خالق ومخلوق في كل زمان، وان الخالق والمخلوق قديمان بقدم الاكوان، ولذا قالوا بقدم الاكوان. فيبقى قالوا اثنين في خالق ومخلوق على طول، لكن احنا عندنا لا، كان الله ولم يكن شيئا معه. احنا عقيدتنا مختلفة، اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء، اول لا شيء معه، ثم خلق الاكوان سبحانه. طب قبل ان يخلق الاكوان هل لم يكن خالقا؟ كان خالقا، ولكن لم تتعلق ارادته بقدرته فتخصصها فتظهر، فكان هناك تعلق قديم وتعلق تنجيزي حادث. فلما كان هناك التعلق القديم وهي تعلق القدرة، تعلق الإرادة بالقدرة على فعل مراده سبحانه وتعالى، قبل أن يكون هناك مراد كان صالحا لأن يخلق، فكان ده في التعلق القديم ده. ثم بعد ذلك لما توجهت الإرادة بالقدرة في كن فيكون فصارت الأكوان على مراده، ظهرت. فهمت إزاي؟ فصارت باختياره. فيبقى في تعلقان، تعلق قديم وهو تعلق القدرة. أنت قبل أن تتكلم وأنت صامت هل يطلق عليك أنك عاجز عن الكلام؟ ولكن ما جاش الوقت اللي أسمع صوتك. كذلك الله سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى، قبل أن يخلق الأكوان كان خالقا، ولكن لم تتعلق بعد إرادته بتخصيص قدرته بخلق الممكن. فهمت إزاي بس؟ ما إن كان هو كان خالقا في الأكوان، فتيجي ترد عليه تقول له العلاقة اختيار مش علاقة علة ومعلول يا كافر، يروح لمم هدومه وماشي ويحرم، يقول لك حوار أديان. هم ما رضوش يقولوا حوار أديان لأجدادنا. ليه؟ عشان أجدادنا كانوا عارفين الحاجات، كانوا ياكلوهم. لكن بعد ما قفلوا الكتاتيب وطوروا الأزهر وغيروا نظم التعليم وعملوا تعليم مدني وتعليم غير ديني ونشر اللغات الأجنبية والحاجات اللي احنا عايشين فيها دي كلها، بعد جيل وجيلين وثلاثة جايين معانا احنا بقى، بعد بقى لساننا معوج ومش فاهمين حاجة عن أي حاجة ومتعلمين علم سطحي، تعالوا بقى نحاوركم. قال يعني بقى إيه؟ خلاص بقى ذبحوا الذبيحة
وابتدوا يسلخوها. لا، ربك سبحانه وتعالى قادر يطلع لهم من وسط المذبوح ده احياء يعرفوا ياكلوهم. فهمت ازاي؟ ادي المساله، علشان كده بتتعلم. ومن يقل بالطبع، الطبيعه، اللي يقول لك الطبيعه فاعله. بتسمع انت برنامج عالم الحيوان يقول لك زودته الطبيعه بريش ليستطيع ان يطير، وزودته الطبيعه بخياشيم ليستطيع ان يتنفس، وزودته الطبيعه، طبيعه ايه ده؟ كفر. زوده الله. ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله. والطبع مش موجود اصلا، الطبيعه غير فاعله لان الطبيعه غير عاقله اصلا. فهمت ازاي؟ ده الطبيعه مخلوقه. الطبيعه غير فاعله، اذا كنت انت يا اعقل ما في الاكوان لم تدعي انك خلقت نفسك. فكيف تدعي ان الطبيعه خلقت والطبيعه اصلا غير عاقله؟ انا فاهم، انا فاهم، هو بيترجموا كده. طيب وربنا رد على الطبيعيين دول في القرآن ازاي؟ بصور كتير. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يبقى لما يبقى في، لما يبقى المخلوقات كلها مخلوقة من أشياء واحدة ومتميزة في الألوان والأشكال والصفات والطعوم، دليل ان هناك فاعل مختار. لكن لو الطبيعه فاعله كانت تخليها كلهم مطبعه. عشان كده المطبعه يقول لك ايه؟ اكل شيء كله زي بعض، صح ولا لا؟ الطبيعه كده مطبعه، اكل شيء كله زي بعض. لكن لما ربنا نوع، مع انه كله مخلوق من ايه؟ من حاجات واحده، تراب وميه، وانتهينا على كده. كله تراب وميه، النخله تراب وميه، المانجا تراب وميه، الفاكهه تراب وميه، البقره تراب وميه، البني ادم تراب وميه، الدبانه تراب وميه. الله، ونفضل بعضها على بعض في الاكل. يعني الطبيعه مش فاعله. شفت القران قاعد يرد على الفلاسفه ايه ورا ايه وانت مش واخد بالك، قاعد تقراه، لكن عميق القران، عميق، واخد بالك اللي يفهمه. عشان كده مفيش حاجه اسمها الطبيعه. عشان كده الكلام البسيط ده اللي انت بتقراه ده بيميز، بيدي لك المخ الفارق الذي يفرق بين المتشابهات ويخرج من وسطها الكفر كده بمنقاش. فهمت ازاي؟ يقول لا. وعشان كده علماء المسلمين لما ابتدوا يقروا الفلسفه بعدما ترجمت، مسكوها يقروها كلمه كلمه بدقه، وخرجوا من وسطها الكفر. خرجوه كده الكفر على مر العصور، لحد ما بقى في حاجه اسمها الفلسفه الاسلاميه، اللي هي استفادوا من اسلوب المناطق والفلاسفه في التفكير واسلموه، خرجوا منه الزباله وخلوا الاسلوب المنطقي. ازاي انت تقنع انسان بالاشياء بدون ما تقول له ايه ولا حديث؟ لان لما يجي لك واحد كافر وتيجي تقول له ازاي ما فيش الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول كذا، يقول لك يقول ايه؟ مين اللي يقول؟ ما هو مش عارف انه في قران اصلا. فلازم تكلمه بالمنطق والعقل. فهمت ازاي؟ الاول، بعدين لما يدخل في حظيره الايمان والاسلام يبقى كلمه بالقران. فهنا بيقول ايه؟ ومن قال المكلف به، هو المعنى المصدري، أراد المكلف به وسيلة فإيقاع الصلاة مثلا، يسمى المعنى المصدري، اللي هي إيه؟ إيقاع الصلاة نفسها اللي هي حركتها، ده هو ده المعنى المصدري. والهيئة المنتظمة من الأركان كلها على بعضها تسمى المعنى الحاصل بالمصدر، وهي الصلاة المفروضة. ولكن لا تؤدي الصلاة المفروضة إلا بالحركات دي، يبقى أصبحت الحركات دي مفروضة، وإن كانت هي كل وحدها على حدة لا تؤدي المعنى المطلوب، لكن بمجموعها. فهمت الفرق؟ طيب. وهكذا بها التي يجوز التطهير بها، أي بكل منها على انفراده، بكل منها على انفراده أو مع غيره، لو خلط السبعة كلها جاز التطهير به. يعني جبت انا كوبايه ميه من البحر وكوبايه ميه من النهر وكوبايه ميه من البئر وكوبايه ميه جميلتها من المطر، وبعدين جيت اتوضيت انا بالكوبايه دي وكملت وضوئي بالكوبايه الثانيه وكملت وضوئي بالثالثه، يجوز، كله يجوز. مش شرط يبقى كل نوع على انفراد يتكمل العباده، لا، حتى ولو اختلط ايه ببعضها، او انا كبيت كل الكوبايات دي على بعضها في اناء وتوضيت بيه، ما يضرش. خدت بالك ازاي؟ كل ده ما يضرش.
سبع مياه، سبع كذا في نسخ بحذف التاء. أصل هو حقه كان يقول سبعة مياه، عشان كده المشايخ قالوا ايه ده الشيخ يكتب سبع مياه، ده ليه ما تفوتش على طلبة السنة أولى في كلية لغة العربية في الأصل، لو كتبها سبع مياه يقولوا له غلط، قول سبعة مياه، وده راجل علامة كبير. فبيقول عشان كده لفتت انتباه العلماء، قالوا سبع يا ايه ده، فين التاء؟ هتبقى سبعة مياه. والقياس سبعة بإثباتها. ليه؟ انت عارف ان العدد من ثلاثة لتسعة سواء كان منفردا او مركبا، يعني زي ثلاث عشر ده اسمه مركب، او معطوفا زي ثلاث وعشرين، ثلاث وثلاثين، اربعة وخمسين، دي اسمها معطوف. واخد بالك ازاي؟ يبقى العدد من ثلاثة لتسعة سواء كان منفردا او سواء كان مركبا او سواء كان معطوفا عليه، بتبص تلاقي تمييزه يجي عكس تمييزه. اذا كان التمييز بتاعه اللي هو المعدود يعني مؤنث يجي هو مذكر، لو كان مذكر يجي هو مؤنث. يعني تقول مثلا ايه، رأيت سبع بنات وسبعة رجال وسبعة رجال. فهمت ازاي؟ سبع بنات، فخليها مذكرة السبع دي لان اللي جاي بعدها مؤنث، خدت بالك حضرتك؟ ولو كان اللي جاي بعدها مذكر اروح انا مؤنث الرقم، اقول ايه، قابلت مثلا سبعة رجال ورأيت سبع نساء. ماشي الحكاية دي؟ طيب. طب هنا مياه، مياه دي جمع، لو كان جمع، لو كان التمييز ده جمع، احيانا يكون الجمع مذكر ومفرده مؤنث. خدت بالك ازاي؟ العبره بمفرده لا بجمعه. هقول لك حاجه، جنيه، الناس تفهم، او اول ما يقول جنيه كل ينتبه، جنيه استرليني عشان ينتبهوا اكتر، جنيه تقول هذا جنيه، مش كده برضه مذكر؟ طب اجمعه تقول جنيهات، بقى مؤنث، جمعه مؤنث، صح؟ يبقى مذكر ومفرد ومذكر وجمعه مؤنث. انا هقول بقى سبع جنيهات ولا سبعة جنيهات، يعني العبرة بمؤنثه بمفرده اعكسه ولا بمجموعه؟ فهمت المسألة؟ هقول مثلا انا ايه، انفقت سبعة جنيهات، لان العبرة بالمفرد، العبرة بالمفرد، مفرد ومذكر، فاروح انا اقول سبعة، مش انا بقول سبعة جنيهات عشان جنيهات مؤنث احط التاء التانيث، لا ده غلط، ده المفروض لو انا ببص التاء التانيث ما اشيل التاء التي دي عشان ما تتكررش. فهمت المسألة بقى؟ فاقول انفقت سبعة جنيهات، يقولوا لي يا عم الشيخ كده غلط، تقول سبعة جنيهات علشان مفردها مذكر ولازم تيجي تعكس. فهمت ازاي؟ في لغة بيقول لك العبرة بالمعدود مطلقا، ما تبصش لمفرده وان كانت مش مشهورة، لغة ضعيفة، مذهب ضعيف في اللغة. فانت هنا ماء تقول هذا ماء، عشان كده هو بيقول سبعة مياه، مياه دي جمع مفردها ماء، مياه جمعها مؤنث ومفردها مذكر زي جنيه وجنيهات، صح ولا لا؟ فكان حقه يقول سبعة 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 مياه، يروح مؤنث سبعة علشان مفردها ماء مذكر، عشان كده بيقول لك والقياس بإثباته، اللغة انه كان يثبت التاء علشان العبرة بالمفرد. لكن هنا الشيخ نظر للجمع فلقى ان الجمع مؤنث، فراح ايه مذكر دي، قال سبع مياه، يبقى نظر لايه؟ للجمع، ما نظرش للمفرد، لم يراعي القياس اخذا بالمذهب الضعيف في اللغه. فهمت ازاي بقى؟ خدت بالك الكلام من الشيخ؟ انت ممكن تطلع من القعده دي يعني استفدنا يا عم الشيخ ضيع وقتنا، يا عم اتعلم الدقه، علشان الدقه دي دلوقتي احنا بقينا زمن دقه، تعلم الدقه اللي بيها تفهم امور دينك.
لان هتفرق كتير قوي بعد كده لما تبقى راجل دقيق في قراءة الكتب دي، هتطلع منها العلم النفيس. ما عندكش الدقة دي، هتقرا الكتب دي هتلاقيها ضلمت معاك ورحت قفلت، تعيش طول عمرك ايه، ما عندكش بقى العلم الدقيق النفيس، يبقى عندك العلم كده السطحي. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول عمره. الإمام الشافعي بيقول كده. فلازم الأول كده الواحد يقعد يناكف مع نفسه، ياه، ويقعد في سطر واحد كده نص ساعة، وليه قال كده وليه قال كده، وترجع تفتح كتاب النحو، ترجع مش عارف ايه، وكل ده علشان سبعة وسبعة، وتلاقي نفسك ضيعت ساعة فيها. معلش، ما انت ضيعت ساعة النهاردة، بس بعد كده مش هتضيعها تاني، خلاص دي هي مرة وتعدي، لكن مش هتضيع الساعة دي النهاردة، هتفضل طول عمرك مش عارف. فهمت ازاي؟ ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول عمره، ومن فاته طلب العلم في شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ده كلام الإمام الشافعي برضه، واخد بالك؟ والشباب شباب القلب مش شباب السن، خد بالك، شباب القلب. سيدنا صالح بن كيسان بدأ يطلب العلم عنده 90 سنة، وربنا مد عمره لحد ما بقى عنده 140 سنة، بقى علامة كبير، وبقت الناس تطلب العلم على إيه، وهو بدأ وعنده 90، واخد بالك؟ فالشباب شباب القلب. سبع كذا في نسخ بحذف التاء، يبقى نظرا لإيه؟ للجمع، نظرا للجمع لا للمفرد. والقياس سبعة بإثباتها نظرا للمفرد اللي هو ماء لأنه مذكر. فهمت بقى الفرق؟ طيب. وقوله مياه زاده للتأكيد فقط، ما هو بيقول لك المياه التي يجوز التطهر بها سبع، حق يقول سبع ويعد بقى، ما هو كل شوية يقول لك مياه، لكن قال سبع مياه، عاد مياه تاني ليه؟ للتأكيد بس. وقوله مياه زاده للتأكيد فقط، وإلا فلا حاجة إليه، ولا يخفى أن الحكم بالسبع على مجموع المياه كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة لا على كل فرد من أفراد المياه، وإلا لكانت الأقسام 49. يعني لما يقول لك سبع مياه، يعني هل مثلا ماء البحر سبع أنواع، وماء النهر سبع أنواع، وماء المطر سبع أنواع، بحيث يبقى سبعة في سبعة 49، ولا هي إيه بمجموعها؟ فهمت إزاي؟ بمجموعها. آدي الكلام. لأنه قد حكم حينئذ على كل فرد من أفراد السبعة بأنه سبعة كما تقتضيه عبارته، لأن المياه جمع محل بأل فيفيد العموم، لأن تملي الألف واللام تفيد العموم. فإن قيل ظاهر عبارته الحصر في السبعة مع أنه يجوز التطهير أيضا بغيرها، يعني هل الألف واللام للعموم ولا للحصر؟ لو قلنا للعموم هتقتضي العبارة ان هي السبعة في سبعة في 49، ومحدش قال كده. ولو قلنا للحصر محدش قال كده، لان يجوز انك تتطهر بغيرها. فهمت ازاي؟ ادي كلام اعتراض المصنف المشارح، يعني افهم الاعتراض عشان تفهم الرد بعد كده. فإن قيل ظاهر عبارته الحصر في السبعة مع أنه يجوز التطهير أيضا بغيرها كالماء النابع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ما قالوش اهو، فهمت ازاي؟ وده يجوز التطهر به، بل هو افضل الماء. طيب. صلى الله عليه وسلم، فانه عليه الصلاه والسلام دعا بركوه في وقعه الحديبيه لما عطشت الصحابه كثيرا، فاتي له بركوه فيها ماء قليل فوضع فيها يده صلى الله عليه وسلم، فصار الماء يفور من بين اصابعه حتى سقوا، وهو ايجاد معدوم لا تكثير موجود. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اداله نوع من التصريف في الاكوان. دي عادي. ربنا ادى للنبي نوع من التصريف في الاكوان، لانه خليفه الله في ارضه، والخليفه بيبقى ليه نوع من الصلاحيه. واخد بالك؟ فكان يشير للسحاب تجتمع تمطر صلى الله عليه وسلم، كان يدخل في البئر المره فتصير عذبه صلى الله عليه وسلم، كان يشير للشجره فتاتي، يشير للقمر فينشق صلى الله عليه وسلم، فصار له نوع تاثير وتصريف في الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم بإذن رب الأكوان، لأنه هو الخليفة الحق جاعل في الأرض خليفة. فهي الخليفة الأصلية، الخلافة الحقيقية هي الخلافة المحمدية، فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا على أنوار الخلافة المحمدية. فهمت إزاي؟ وعلشان كده قال لك وهو إيجاد معدوم لا تكثير موجود،
كالماء الذي يؤخذ من ندى، ونوع تاني غير اللي نابع من بين أصابع النبي، كالماء الذي يؤخذ من ندى الزرع. لو جمعت الندى اللي على الزرع وتوضيه بينفع برضه وما قالوش. ده كل ده بيقول لك ان الف لام دي مش للحصر. ما هو لو للحصر ما كان قال لك الحاجات دي، ده ما قالهاش. كل ده كتكمله الاعتراض. فهمت ازاي؟ وان قيل بانه على 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 الندى بانه نفس دابه في الارض فيكون نجسا لانه قيء، وهو ممنوع لانه لا دليل عليه. لان كانوا زمان الناس بيفتكروا الندى ده ايام العلوم ما كانش لسه عندهم حكايه بخر الماء وان الماء ممكن يتكثف على الاسطح اللي هي مختلفه عنه في الحراره. الحاجات العلميه دي ما كانتش موجوده زمان، فكانوا ما يلاقوا الندى كده على اسطح النباتات يفتكروا ان في دابه بتتنفس غير مرئيه وان ده نفس. كانوا بيقولوا كده زمان يعني. واذا كان نفس دابه يبقى نوع من القيء، والقيء ناجس، يبقى هل يجوز نتوضا به؟ قال لك لا، مش ممنوع تتوضا به، لان ده احتمال مش متاكدين، والاحكام ما تنبنيش على الاحتمال الضعيف. فهمت ازاي؟ لانه ممنوع، ده على اعتقادهم، لكن احنا خلاص ثبت لنا ان ما فيش حاجه اسمها دي، وان دي مساله تكثيف لتغير الحراره وخلاص. لانه لا دليل عليه. وكالماء المسمى بالزلال، في ميه برضه تلاقيها كده تنزل، تلاقيها عباره عن قطع كده تجري على الارض زي البلي، وتاخد اشكال مختلفه، يسموه الماء الزلال. واخد بالك؟ برضه قال لك ممكن تتوضى بيه لانه ليس بحيوان بل على صورته، لانه متحرك يجري وما يسلش. في بعض الانواع المياه كده تلاقيها ماسكه نفسها كده زي البليه وتجري. واخد بالك ازاي؟ لو قفشتها وخدتها وتوضيت بيها تمشي. واضح؟ ده اسمه الزلال، لانه ليس بحيوان بل على صورته. اجيب، نجاوب بقى وندافع عن الشيخ. يبقى هو اعترضوا على الشيخ انه قال المياه بالالف واللام ان كانت للعموم هتقتضي ان 7 في 7 49، وان كانت للحصر يبقى ايه؟ ما ذكرتش بعض انواع المياه الاخرى. فالاعتراضين دول هنجاوب عليهم ونقول ايه؟ اجيب بان الحصر اضافي، لانه بالاضافه اي بالنسبه الى ما عداها من المائعات. يعني هنا المياه سبع انواع لما عداها من الاشياء السائله، كانه هو بيقول ان دي امثله مشهوره وليست هي سبع على سبيل الحصر. دي اشهر امثله فقط وليس كل الانواع. فهمت ازاي؟ يبقى ده ان ده حصر اضافي. لانه بالاضافه اي بالنسبه الى ما عداها من المائعات فلا ينافي انه يجوز التطهير بغيرها من المياه، على ان مراد بيان ما يجوز التطهير به من المياه المشهوره العامه الوجود. تنبيه: افضل المياه ما نبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم، ثم يلي ماء زمزم. ربنا اجمعنا هناك يا رب هذا العام قادر، وكل عام. كل ما الواحد يلاقي الصعوبات في الحج بتاع اليومين دول والحصول على التاشيره وكده يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه اظن ابن ماجه، يقول ايه؟ حجوا قبل الا تحجوا، يوشك العرب ان يقفوا على شعاب مكه واوديتها يمنعونكم البيت. شوف كانه بيوصف الحاله الوقت. والله عارف انت دلوقتي لو رحت وقفشوا معاك الباسبور بتاعك، التاشيره مش عارف، مش مزورة ولا حاجة، تأشيرة بس جاية لك من ألمانيا وأنت مصر، يقول لك تأشيرة مزورة وأنت بتقول لبيك اللهم، يقول لك لا لبيك ولا سعديك، يلا روح بلدك، يمنعوك البيت. مع إنه كان زمان اللي يوصل هناك حتى لو ورقه مش مظبوط في أشهر الحج يسيبوه الحج، كان يسموه عفو ملكي كده من عند الله. لكن حتى العفو الملكي بناء على الشؤم الأمريكي زاد، واخد بالك؟ فصارت في مصاعب. شوف حديث النبي: حجوا قبل ان لا تحجوا، يوشك العرب ان يقفوا على شعاب مكه وطرقها يمنعونكم البيت. شوف كل ما تلاقي مصاعب تفتكر حديث النبي، تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. افضل المياه ما نبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم، ثم ماء زمزم، ثم ماء الكوثر، وده بئر موجود في الطائف اسمه الكوثر. غير الكوثر، ان اعطيناك الكوثر بتاع الاخر، لان الاخر احنا ما فيش وضوء تكليفي، فما تفتكرش ان الكوثر هو ايه؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لان في الاخره ما فيش وضوء للتكليف، واحنا بنتكلم هنا في التكاليف. ها؟ في ايه؟
غير النص العقل الحاجة اللي تنبع من ملاصقة بالنبي وهو أفضل الخلق. مش النبي أفضل الخلق؟ كل ما التصق به يكون أفضل مخلوق، فكل ما التصق به من شيء، فالتصق الماء بطبيعي فخرج منه. لا أنت بتتكلم على أفضل ماء من نبع من بين أصابع النبي؟ آه، إن ماء الكوثر النبي برضو أثنى عليه في بعض الأحاديث الضعيفة بعد ما أذن. أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وعلى شكل معجزة نبع الماء من بين أصابع النبي أكبر من معجزة ضرب الحجر بعصا سيدنا موسى وخروج العين بضرب الحجر. ليه؟ لأن من طبيعة العيون المائية أن تخرج من وسط الأحجار، إنما ليست من طبيعة الماء المعتاد أن يخرج من بين الدم واللحم. وبالتالي معجزة النبي ونبع الماء من بين أصابعه معجزة كبيرة لم يشركه أحد من الأنبياء فيه، وهي خاصة بنبينا فقط دون سائر الأنبياء. ودي معجزة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت في أكثر من 1000 موضع، ليست مرة ولا مرتين، بل في أكثر من 1000 موضع صلى الله عليه وسلم. حتى إن الصحابة نفسهم عرفوا هذا، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله له نوع تصريف في الأكوان، فكان كلما يتزنقوا في حاجة يروحوا للنبي على طول، ما يلاقوش مية يروحوا للنبي. طب هو النبي نهر، ما يلاقوش مطر يروحوا للنبي. طب هو النبي مطر؟ لأنه عالم أن النبي له نوع تصريف في الأكوان. واحد دراعه يتقطع في المعركة يروح له ليه؟ هو جراح. واحد سيفه يتقطع منه في المعركة وعايز يكمل المعركة يروح للنبي ليه؟ هو عنده مخزن؟ ما هو وزعه، ما عندوش مخزن سليح أسلحة. يروح النبي يديله جريدة تبقى سيف في ايده. حاجة شغل تاني، انت مش واخد بالك النبي ده ايه صلى الله عليه وسلم. طبعا معجزات كبيرة، وهي نوع كرامة للصحابي معجزة للنبي. ما هي المعجزة؟ نوع تصريف ايضا. اي معجزة على يد نبي ربنا بيديله نوع تصريف في الاكوان، وكل الانبياء لهم من هذه الوراثة لأنهم تحققوا بالخلاف. كل الأنبياء، كل معجزات الأنبياء كانت هي ما هو إلا نوع تصريف في الأكوان بكون فيكون، لأنها تخالف الطبائع. هو المعجزة شيء خارق للعادة، يعني غير معتاد، يعني نوع تصريف. فهمت إزاي بس؟ وأنت متضايق من كلمة تصريف ليه؟ تدبير، نوع تدبير. يقول لك يا أخي ده يا أخي أنت مشرك يا أخي، أنت مشرك، هو يدبر الأمر يا أخي. الجماعة إياهم اللي أنت عارفهم. طب ما ربنا قال على الملائكة والمدبرات أمر، إيه المشكلة يعني؟ مش أنت حافظ القرآن؟ طب ربنا مش بيقول على الملائكة والمدبرات أمر؟ طب ما هو النبي أعلى تدبيرا من الملائكة وأعلى قدرا، فلما نقول إن النبي يدبر الأمر بإذن الله يعني يا أخي، ما إحنا مسلمين، لما نقول يدبر الأمر يعني بإذن الله يا أخي. يقول لك قل بإذن الله، طب ما إحنا بإذن الله يا ابني. هو يعني هو ده النبي مخلوق، فلما تقول يدبر الامر والملائكه ما هي مخلوق، طب اشمعنى لما ربنا سبحانه وتعالى قال عليها والمدبرات امر ما قالش باذن الله؟ لانها معلومه. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا بالوسائط وكلمنا بالحقائق في القران. كلمنا بالوسائط وهي الوسائل وهي الاسباب، وكلمنا بالحقائق. كلمنا بالحقيقه فقال يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذه هي الحقيقه، هو المدبر. ثم بعد ذلك خلق في تدبيره الوسائط ليحجبوا أهل الحجاب وليكشف لأهل الكشف. فهمت إزاي؟ فخلق التدبير على يد وسائط ليحجب بالوسائط أهل الحجاب، وليخترق الحجاب أهل الكشف فيرون الفاعل المختار من وراء الكشف. هذه المسألة، هي دي الحكاية بس. فلما نقول النبي له تدبير، آه له تدبير، أمال ما بيدبرش؟ إذا كانت الملائكة بتدبر أنت نايم، والنبي أفضل من الملائكة. فهمت ازاي؟ بس فالحكايه سهله، انما هتعمل لي مش عارف وش شرك شرك شرك. ده لو لمست حيطه هناك يقول لك شرك. شرك ايه يا عم؟ ده انا كنت هقع فلمست الحيطه بس. بس يقول لك اشركت. اشركت ايه يا عم؟ فوق. حكايه سهله، فوق للي بيقول كده مش انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي وكذلك الولي، لان الاولياء والرسل الانبياء اذا غاب النبي ظهر الولي على طول كده، وأولياء الله هيفضلوا كده اليوم القيامة موجودين.
فالاولياء بتحدث على ايديهم نوع كرامات وهي نوع تصريف ايضا، واخد بالك، يجريها الله، وتكون كرامه للولي معجزه للنبي، بس ببساطه. والفاعل هو الله، ولكن على يد من شاء من عباده اكراما له واظهارا لكرامته. هذه الحكايه كلها بس، لكن الفاعل هو الله، اراد ان يفتن به من شاء واراد ان يهدي به من شاء، هذه كل الحكايه. إذا كان القرآن نفسه يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، كان القرآن نفسه كذلك الولي، ربنا يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، ناس تعاديه وناس إيه تعرف وليه ويمشي وراه، ها؟ ها؟ مش فيها متشابهات؟ اللي في قلوبهم مرض يضلوا أكثر بالقرآن، واللي قلوبهم سليمة. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ده ما فيش طائفة ضالة إلا وعندها أدلة من القرآن. هات جميع الطوائف الضالة كده اللي على مر العصور واقرأ كتبهم معهم أدلة من القرآن، لكن استدلوا على غير دليل واستدلوا على غير موضع وعلى غير موضع دلالة. هذه المسألة بس. أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ماء زمزم، ثم ماء الكوثر، ثم نيل مصر. الحمد لله، الحمد لله، أهل مصر مبروك علينا. ثم باقي الأنهر كسيحون وجيحون والدجلة والفرات، وقد نظم ذلك التاج السبكي. تاج الدين السبكي من علماء مصر، ومات في الشام، مدفون هناك، كان قاضي في الشام ومات هناك ودفن هناك. هو اصلا من سبك الضحاك، من المنوفيه، الامام السبكي رحمه الله، كان في القرن التاسع الهجري. فقال، عملها شعر بقى، وافضل المياه ماء قد نبع من بين اصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم سائر الأنهر. وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. عملها لك شعر اهو عشان تحفظ. ماء السماء، يبقى أول نوع من السبعة ماء السماء. الإضافة على معنى من، أي ماء من السماء، هو ماء السماء دي إضافة، الإضافة هنا بمعنى من السماء، خدت بالك إزاي؟ كما يشير إليه قول الشارح، أي النازل منها، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أدي محل الشاهد، إن ربنا سمى ماء السماء ده طهور، يبقى يجوز الوضوء به. ربنا قال طهورا، يبقى يجوز به الوضوء. وهل المراد بالسماء الجرم المعهود اللي هي نفس البناء، أو السحاب؟ لأن السحاب برضو يعتبر بالنسبة لنا سماء، لأن كل ما علاك سماء، لأن السماء لغة اسم لما علا وارتفع، قولان، ولا مانع من أن ينزل من كل منهما، فينزل من الجرم المعهود أولا قطعا كبارا فيتلقاه السحاب فينماع، وينزل من عيون فيه كعيون الغربال، وما قيل من أن السحاب ينزل في البحر الملح فيغترف منه كالسفنج، ثم يرتفع وينعصر فينزل منه الماء وتقصره الرياح، يعني تغير منه طعمه المالح، فيحلو. فمن زعم العرب، كل الكلام ده كان التخاريف عند العرب بقى وعند الناس قبل ما يعرفوا العلم ده، أنه عبارة عن ماء تبخر وارتفع وتكثف في الطبقات وهو بقى سحاب. كل التعليلات دي كانت كلام قبل إيه، في القرون القديمة. احنا بنقرا بس عشان نعرف الناس كانت زمان بتفكر ازاي، لكن الحمد لله ربنا علمنا اسباب اخرى، واخد بالك، فدي واضحه. ولذلك قال الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت البيت، وهو كلام المعتزله. المعتزله قالوا كده، ان هو اصلا السحاب يغترف من البحر وبعدين تقصره الرياح، يعني تطلع منه ملحه وبعدين ينزل العذب. وانما ده كلام الفلاسفه، لان المعتزله تاثروا بالفلاسفه القدامى، فقالوا كلام الفلاسفة. وإنما قدم المصنف ماء السماء لشرفها على الأرض كما صححه النووي في مجموعه وهو المعتمد، وإن كان ظاهر كلام القليوبي اعتماد أن الأرض أفضل. هل الأرض أفضل ولا السماء؟
ده خلاف بين العلماء كبير. يعني هل السماء افضل ولا الارض؟ وليه نشأ الخلاف ده عند العلماء؟ اصل ربك سبحانه وتعالى خلق الارض علشان ينزل فيها الانبياء، والانبياء افضل من الملائكه، فصارت الارض مقرا للانبياء وصارت السماء مقرا للملائكه، فايهما افضل؟ ما انا بقول لك يعني المساله، الملائكه في السماء لا يعصون الله ما امرهم، فلا تتم المعصيه في السماء، ولكن تحدث المعصية والقتل والتخريب في الأرض، فأيهما أفضل؟ وعلشان كده إذا اختلفت وجهة النظر تختلف النهاية، وعشان كده العلماء اختلفوا. فهمت إزاي؟ العلماء اختلفوا لهذا السبب. الإمام النووي رأيه إن السماء أفضل، والإمام القليوبي قال لا ده الأرض أفضل، لأن ده نظر لأنها موقع الملائكة وأنها الخليفة الله في أرضه، وأن الله أسجد ملائكته لخليفته اللي هو سيدنا آدم في الصورة وسيدنا محمد في الحقيقة. واخد بالك؟ كل الحاجات دي كلها، واخد بالك إزاي؟ تمت. الملائكة سكان السماء سجدوا لإيه؟ لصورة سيدنا آدم خليفة الله على الأرض، وهو هيسكن في الأرض، يبقى الأرض أفضل. اللي نظروا لها بالجهة دي، فهمت إزاي؟ واللي نظروا ان الارض يحصل فيها معاصي ويحصل فيها زباله كتير ويحصل فيها كفر ويحصل فيها ويحصل فيها، قالوا لا السماء افضل، ده السماء مطهره. فهمت ازاي؟ فاختلفت وجهات النظر. كل ده الخلاف ده كله في غير البقعه التي دفن فيها النبي، فهي افضل من العرش والكرسي. واضح؟ كل الخلاف ده تخرج منه البقعه اللي فيها جسد النبي اللي هو مدفون فيه، افضل من العرش والكرسي بالاجماع. امال ايه؟ العرش مخلوق والنبي مخلوق، ايهما افضل؟ النبي. العرش الله مستغن عنه، صح؟ بل العرش محمول بقدرة الله، فلا تظن ان العرش يحمل الله، فالله ليس بمحمول، بل الاكوان كلها في قبضته، ولكن النبي محمول يحتاج للأرض التي تحت جسده الشريف، والنبي أفضل الخلق، فيكون ما تحت جسده أشرف البقاع. واضح الكلام ده؟ بإجماع العلماء. الأحناف قالوها، والملكية قالوها، الشافعية قالوها، والحنابلة قالوها، إجماع العلماء. ربنا يجمعنا هناك نزوره يا رب. طيب، عشان كده بيقول لك والخلاف في غير البقعة التي اشتملت عليه صلى الله عليه وآله وسلم لأنها أفضل من غيرها اتفاقا، يعني إجماعنا، حتى من العرش ومن الجنة. من الجنة؟ أيوة، أنت مش واخد بالك، النبي في الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة، وإن ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة. هتطلع معايا يا عمي الحتة دي من الجنة على الأرض، هتبقى مع النبي في الجنة، فهي أفضل بقعة في الجنة، هي البقعة اللي هيمكس فيها النبي في الجنة الفردوس الأعلى، فتبقى هي أفضل ما في الجنة. بس حكاية سهلة ماشية حلوة كده، بالغيظة في اللي مش عاجبه. لأنها أفضل من غيرها اتفاقا حتى من العرش والجنة، فإن قيل يرد على ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم ينقل منها إلى الجنة، فيلزم أنه ينقل من أفضل لمفضول. أجيب بأنه ينقل ذلك المحل بعينه إلى الجنة كما قاله بعضهم، وربما يشهد له ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، أي ما بين ابتداء قبري ومنبري ليدخل في ذلك القبر الشريف. وهل بقية بقاع الأنبياء كذلك أو لا؟ خلاف. نقل بعضهم عن ابن حجر الأول إن بقية بقاع الأنبياء كذلك، ولكن في شرحه على المنهاج ومثله شرح الرمل ما يقتضي الثاني، إن يخص بالنبي بس، لأنهما اقتصرا في الاستثناء على بقعته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المطر اقتصاره عليه للأغلب. أما بيقول ماء السماء وهو المطر، هل كل ماء السماء مطر؟ ما في برضه حاجات تانية غير ماء السماء غير المطر،
في الندى وفي التلج وفي غيره. فيقول وهو المطر اقتصاره عليه للأغلب، وإلا فينزل منها الندى، وإن قيل بأنه نفس دابة كما تقدم، ودي قلنا أن ده اعتقاد قديم وما لناش دعوة به، وينزل منها الشفان بتشديد الشين وفتحها وتشديد الفاء وفتحها، الشفان. أيضا إيه هو الشفان؟ وهو ماء رقيق يكون مع ريح لينة. يعني ساعات تلاقي كده في بعض البلاد مش في مصر، تلاقي فيه هوا جاية وتلاقي وشك اتبل مع الهوا، مع ان مفيش مطر. في بعض بلاد اوروبا كده، واخد بالك؟ ده اسمه الشفان، ده اللي بل وشك مع الهوا ده، يبقى ماء رقيق انت مش شايفه، ويجي ايه اما يقابل جسم ساخن ايه يعمل ميه عليه، يسموه الشفان لانه شفاف مش شايف، يسموه الشفان. وفي الحديث ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر إلا أن الله يصرفه حيث شاء. ونقف على وماء البحر إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله رب العالمين. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا لما تحب وترضاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وفي ذكرك الغافلون. في سؤال ما هي روايتان؟ رواية ما بين بيتي ومنبري، ورواية ما بين قبري ومنبري. والرواية الصحيحة الإسنادا هي ما بين بيتي ومنبري، لا ما بين قبري ومنبري. رواية ما بين قبري ومنبري رواية أقل من الصحة، ولكن الواقع أثبت أن بيته هو قبره، فترقت من الضعف إلى الصح الحسن لغيره، فصارت أيضا يجوز الاستدلال بها، لأنه دفن في بيته فصار بيته هو قبره. والرواية هذه الضعيفة فيها دلالة من دلالات النبوة وعلامة من علامات النبوة، حيث أنه أخبر في الرواية الأولى أن ما بين بيتي ومنبره، ثم من الله عليه بإعلامه أنه يدفن في هذا، فقال في الرواية الثانية ما بين قبري ومنبري. فلا خلاف في الواقع بينهم، الخلاف في ذهن المعارض اللي في بالي وبالك بس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.